اللي بالجيلي بقى واللي هيديه طعم تاني وشكل تاني. كل واحد من اللي انا عاملاه ده مش شبهه خالص، كل ايس كريم بقوام مختلف بشكل مختلف بطعم مختلف. فابو جيلي برضو ده حاجه تانية. طيب ده ازاي بقى؟ اقول لكم، انا عندي هنا هناخد باكو جيلي على كوبايه ميه، حلو الكلام. هناخد بقى ايه، انا عشان انا هنا مستعجله، انا المفروض ان انا بعمله واسيبه يبرد تماما. طيب انا مش هلحق اسيبه يبرد تماما، فهاخد شويه ميه سخنه صغيرين جدا، بسم الله الرحمن الرحيم، احطهم كده ايه قد ربع كوبايه ولا حاجه، ربع كوبايه كده من ميه، ميه سخنه، واحط عليها الجيلي واقلب، عشان الميه السخنه يعني الجيلي عايز ميه سخنه، لازم ميه مغليه، الميه السخنه كويس. بسم الله بسم الله. ممكن اضيف اللون كمان على فكره، يعني ممكن لو عايزاه يبقى لونه احمر مش بامبا بضيف له لون. طب لا انا عايزاه بامبا عادي بلون الجيلي، كفايه قوي كفايه. احط عليه بقى ايه ثلاث ارباع ميه باردين، واقلبها. هي كده هتبقى ايه سنه دافيه، بس على ما اعمل الكريم شانتيه تكون خلاص ايه بقت مظبوطه ان شاء الله. المفروض انه يستاب يبرد تماما، مش في التلاجة، مش في التلاجة، مش عايزاه يجمد، لا يبرد بس. انا مش عايزه الجيلي يبقى غليظ كده قوي، لا الجيلي يبقى بارد مذاب فقط لا غير. هناخد هنا كوبايه من اللبن تحت اهو الاول، وعليها كيسين كريم شانتيه فوق اللبن، نقلبها كده الاول. نبدا نضرب، شايفين عملت ازاي؟ هي دي النظريه. خلاص خلصنا كل الكريمه واتضربت، نبدا بقى ننزل بالراحه. ممكن نلفها كده الاول عشان برضو ما تغرقليش الدنيا والاقي نفسي منقطه. كده واضرب اخر حاجة. بس خلصنا ايس كريم بالجيلي. بصوا خفيفة ازاي؟ دي بقى لما تتلج بقى تعرفي ايه على طول تاخدي منها، بتبقى تحفه بقى.